شو والد سعيد الله يرحمه؟ الله يرحمه. تجارة. شادي؟ حط هذا بتصور. الاحتلال الاسرائيلي اي من الاقتحامات باتجاه مدينه ومخيم جنين قرب حاجز الجلمة بحق عناصر من كتائب شهداء الاقصى وسرايا القدس. اللي صار طبعا انا هاي القصف هذا لبيتي هاي المره الثانيه مش الاولى، المره الاولى انقصف البيت تاعي 29/11 واستشهد فيه النش وابو وطن كانوا فيه. فظل عندي بس المخازن هذول، المخازن هذول كان مش متضررات، فالشباب ما لهم ولا اي مأوى بالمخيم الا هالمخازن، كانوا كل يوم يجوا يترددوا عليهن ويقعدوا فيهن ويسهروا فيهن. طبعا انا جيت هون باجي كل فتره وفتره باجي بطل عليهم، جيت هون قعدنا معهم هون سهرنا معاهم برا هون، قبل بنص ساعه بالقصف طلعت من عندهم واحنا نصلي العشاء. طلعنا من عندهم بعد بنص ساعه كمل القصف، طبعا الشباب كانوا هون قاعدين هون، اسلام الله يرحمه يعني بس انقصف يعني بس سمع الصوت هرب غاد العمود اللي خبط براسه مش شظايا ولا الصاروخ يعني. تقريبا حوالي عام من عملية حرميش منتصف العام الماضي وتحديدا في شهر مع محمود والله حكيته بس مدهوش بعمته.